هلو شن جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. حبيت جرب شي جديد وطلع معي فكرة اني جرب براندات ميك اب ما كتير معروفة. استكشفت على امازون براند ميك اب اسمه انجل كولر، فجبت من عندهم الليبستيك. هيك بيكون الباكيجينج تبع الكونتور ستيك، كتير حبيت. واذا بتلاحظوا انه ما بيفرق ابدا شي عن من حيث الباكيجينج عن شارلوت تيربري، بس شو ربع السعر. فتعالوا نشوف اذا القوام كمان هيك. يعني اذا انا البراند تبعي تبع الميك اب المفضل هي شارلوت تيربري، فاذا هذا بيكون هيك قوامه كتير وفيني استخدمه بدال شارلوت تيربري. راح بلش ادمجه. ليكو شلون خفيف، لسه ما دمجنا. الحزيد كمان لانه تغطيته خفيفه بس دغري بيندمج بسرعه. فالحزيد ليكو لسه ما نظفنا، رح اسوي هلا الجهه الثانيه. ليكو شلون نضيف، شايفين في هيك درجتين، وحده جاي برونزر وحده كونتور اكثر. فرح احط هلا البرونزر ورح ادمجه ببيوتي بلندر عشان نجرب الدمج كمان ببيوتي بلندر. او ماي جاد، انا ما عاد اشتري شارلوت تيربري. واو صح، تغطيته خفيفه للصيف. هذا للصيف بيرفكت، كانكم عاملين تان. هيك حسيت جايز نظفت بالكونسيلر وليكو قديش حلو عن جد من دون مبالغه، شيل المبالغه. ليكو كانكم عاملين تان. ضفت زوائد من الكونتور هيك هون، ضفت بلاش، وهلا رح استخدم الهايلايتر. كمان هو نفس الباكجينج تبع الكونتور، هلا رح استخدمه ورد معكم لانه كتير بجنن. هيك مو مبين بس هلا بتشوفوا الجلو اللي بيه. بصراحه بدمجه بايدي لانه بيندمج بالايد، خفيف على البشره. واو، وهيك طلع الكونتور مع الهايلايتر. واو بدكم احلى.